نرحب بيه واشكره طبعا على مشاركته وظهوره معانا، واهلا بيك على شاشه الاهلي لوكاس بودولسكي نجم الكره الالمانيه. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم احمد، اهلا وسهلا بك. اهلا بيك لوكاس. لوكاس، الحقيقه انا حابب ابتدي معاك من البدايات، حابب ابتدي معاك من كولن، لان دي مرتبطه كمان بينا كجماهير للنادي الاهلي وكعشاق لي، مع وجود اسم صنع الفارق مع النادي الاهلي وهو مارسيل كولر. وبالمناسبه مارسيل كولر يمكن هو اللي قدمك وهو اللي اكتشفك لما كنت بتلعب في كولن في بدايه مشوارك. اهم ذكرياتك، اهم مواقف مارسيل كولر، وايه البصمات اللي سابها مارسيل كولر على لوكاس بودولسكي في بدايه المشوار؟ Ja, erstmal vielen Dank في البداية أشكركم على هذه الدعوة لهذا الانترفيو، لهذا اللقاء الجميل معكم. أقدر ذلك، وتحياتي لكم وكل جمهور النادي الأهلي. متابع لكم ومتابع أيضا للنادي الأهلي، أعشق مارسيل كولر، هو كان فعلا مدربي. وبالمناسبة أود أن أحييه وأهنيه على نجاحاته معكم مع النادي الأهلي. شكرا لك وشكرا لمصر الكرة وتحياتي له.